انتي سبب في كل اللي حصل لي. انتي فقر. انا خسرت الشركه اللي قعدت طول عمري اكونها بسببك. وخسرت صاحب عمري برضه بسببك. وقتلته بسببك. ايوه بسببك. انتي السبب. انتي السبب. ايوه بسببك. في ايه يا فاكرة؟ مش عارفة في ايه يا فاكرة؟ انت السبب في كل اللي حصل لي. انت السبب. قتلت صاحب عمري بسببك. ايوه قتلته بسببك. قتلت صاحب عمري بسببك. لا 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 ده مش صاحب عمري، ده كلب وخاين زيي. يا سفلة يا خاينة يا خاينة. اتفقتي مع طلعت ان انا اتجوزك عشان ابقى انا الخروف وتعيشوا مع بعض سوا سوا، وانا حمار حمار. يا خاينة يا خاينة يا خاينة يا خاينة. من يوسف جلال الدين. أنا يوسف. لا لا صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. مش هتفطر؟ بس شاي؟ مالك؟ في حاجة مضايقاك؟ أيوة بنتي. مالك؟ أنا عارف إنك طيبة قوي، وعارف كمان إن جواكي حب يملى الدنيا دي كلها. كفاية انك وقفت جنب يحيى وقفة انسانية من غير ما يكون بينك وبينه اي معرفة او صداقة، عشان كده انا حبيتك. لقيت جواكي حاجة مش موجودة في اي واحدة. لكن سلمى مهما كانت مش بنتي، صح؟ انا مش عايز ازوق الكلام، بس انا عارف ومتاكد انك هتعمليها كويس، وكويس قوي كمان. دينا سلمى بالنسبه لي دلوقتي بقت كل حياتي، وكل حياتي انا كمان. بقوف زمان لما سلمى كانت بتكلمني وتقولي تعالي عايزه اتكلم معاكي ومحتاجاكي، كنت بجيلها، كنت بقعد معاها، كنت بسمعها، كنت بستغرب نفسي قوي وانا قبل اني اسمعها واشوف هي عايزه ايه في الوقت اللي المفروض ان انا انفر منها. كل المشاعر الغريبه دي انا كنت مستغرباها، لكن فهمتها. عارف ليه؟ ليه؟ عشان ربنا. انا رحت للدكتور، حاولت اني احمل، لكن أكد لي إن حملي صعب، محتاج علاج فترة طويلة، أو تقدر تقول إنه ممكن لو حملت أموت. أنا دلوقتي مش عايز أخلف منك. ولا أنا. كفاية علينا سلمى، تملى علينا الدنيا، صح؟ طبعاً صح. هتصدقني لو قلت لك ان انا اللي كنت حاسه اني حامل في سلمى مش هي؟ هتصدقني لو قلت لك ان ربنا حط جوايا قبول غير عادي لمامتها، حب غير عادي ليها؟ يبقى اوعى بعد كده تشك في حاجه زي دي. اوكي؟ أنا رايحة المستشفى.
اهلا اهلا اهلا. جميله جميله. اول ما طلعت من الحضانه قلت لازم اجيبها لك علشان تشوفها. الله 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 الله، جميله قوي. سلمى سلمى حبيبتي. هاي انت مبسوط بتكشر ليه؟ جد بعد فتره كبيره قوي يا دينا. طب وماله؟ لما تتبسط ابتسم، طول ما انت شايلها وباصص في وشها كده تبتسم. الحمد لله الحمد لله. ليلى ازيك يا حبيبتي؟ مالك؟ يا نهار اسود، انا جايه لك حالا. يلا مع السلامه. ايه في ايه يا دينا؟ يوسف حاول ينتحر في المستشفى. ليه؟ ايه اللي حصل؟ طلعت مات، ويوسف متهم ان هو اللي قتله. طب يلا يلا بينا ننزل لهم اسكندريه دلوقتي. ايوه بس البنت هنسيبها مع مامتك. صح. هتعملي ايه؟ هكلم رباب. رباب عامله ايه؟ عرفتي اللي حصل لليلى؟ مش وقته دلوقتي، انا هروح لها حالا. يلا اشوفك هناك. باي باي. يلا يلا يا ديلا يلا. في ايه يا ليلى؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ قولي لنا بس في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش قادره اتكلم. طب تعالي معايا بس، انا عايزاك افكري. لا انا مش هتحرك من هنا. ممكن تقولي لنا بس ايه اللي حصل؟ مش هتحرك من هنا غير لما اشوف. خلاص سيبها براحتها. طب معلش يا جماعه، ممكن تسيبونا لوحدنا شويه؟ ماشي. اهدي بس، تعالي 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 يا عزي. تعالي بس تعالي، ممكن تهدي؟ اهدي بس شويه. احكي لي ايه اللي حصل بالظبط. انا خلاص حياتي انتهت، مفيش حياه اصلا بالنسبه لي. أنا بقى بيني وبين الحياة 100,000 باب، وكل ما أحاول أفتح باب ألاقي التاني مقفول في وشي وبكسره عشان عايش. بس بتوجعه وبتجرح ومحدش حاسس بيا خالص. استغفر الله العظيم. أنا حياتي انتهت. أنا كنت عملت إيه في حياتي وحش؟ هو احنا مش من حقنا نعيش ليه؟ ليه بيتعامل فينا كده؟ ربنا خلقنا اصلا عشان نرحم بعض، مش عشان نعذب بعض كده يا رب. يوسف كويس؟ ليه جيت يا دين؟ أنا مش عارفة أنا عملت إيه وحش في حياتي. أنا عمري ما أذيت حد والله، ولا عمري ظلمت حد، بس مش عارفة ربنا بيخلص ذنب مين مني. هو إحنا مش من حقنا نعيش ولا إيه؟ ولا لازم نعيش بس المفروض علينا؟ أنتوا إيه اللي جابكوا أصلاً؟ ها؟ قوموا خافوا على نفسكم مني. أنا دلوقتي وضعي بقى صعب جدا. قومي يا رباب، خافي على نفسك. قومي، جوزي جاي اهو، لو عارف إن أنا جوزي قتل طليقة هتبقى فضيحة. قومي خافي على نفسك. على فكرة هي مش صاحبتي خالص، هي بس قاعدة جنبي كده عشان أنا صعبانة عليها، وهي كمان مش صاحبتي. خدها يا أستاذ مجدي، وما تسيبهاش ما تسيبهاش وما تاخدهاش بذنبي. وحضرتك يا دكتور من فضلك خاف على دينا بقى. انا خلاص حياتي انتهت، انا بقيت شوفها دي وكلكم كلكم بعدوا عني بقى، بعدوا عني. أنا كلمت واحد صاحبي في النيابة وعمل لها تصريح علشان تدخل تشوفه بكرة. وهو إيه اللي خلاه يعمل كده؟ أكيد في حاجة مش معقولة في الموضوع. على فكرة اللي حصل ده زي ما قالت لكم بالظبط، إحنا فعلا قلبنا الموازين
الطلاق ده بقى شيء عادي وبيحصل، بس بيحصل عشان يحول حياتنا للأفضل. يعني تفتكروا نعيش حياتنا كلها متعذبين ولا نبتدي من جديد أحسن؟ أنا لما سمعت نادية بتقول إنها كانت بترسم عليا وعرفت يعني إنها في الأول اللي كانت بتحبني ولا حاجة، وكل اللي كانت بتفكر فيه إنها تتجوز واحد غني وخلاص، زعلت قوي ساعتها. حقك طبعا، بس هي كمان من حقها إنها تفكر لحياتها بالطريقة اللي تناسبها. كل واحد من حقه إنه يفكر لحياته بالطريقة اللي تناسبه هو، مش بالطريقة اللي تعجب الناس. انتوا عارفين ايه المشكلة؟ ايه يا دكتور روض؟ ان احنا بنعمل حساب لكلام الناس، اي تصرف بنتصرفه بنقول الناس هتقول ايه وهيعجبهم ولا لا، وكأننا عايشين عشان نرضي الناس مش عشان نرضي ربنا. عندك حق يا دكتور. لا اله الا الله، الناس دي غريبة. حبيبتي يا جميلة، صح النوم؟ ايه يا حبيبتي. اغطي يا حبيبتي. مالي؟ في حاجة تعباكي؟ أنا كل حاجة تعبانة يا دينا. طب قولي لي تاكلي؟ على فكرة أنا اللي طبخة. رباب هي اللي طبخة. والله ربنا يكون في عونك يا مجدي. أقول لكم على خبر حلو يا بنات؟ نادية حامل. أنا حامل. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. اسمعي بقى، أنا عندي كلمتين مهمين لازم أقولهم. ما عادش في أي حاجة مهمة في الدنيا خلاص. لا، في بكرة الصبح هتنزلي تروحي ليوسف وتقولي إنك مش ممكن تسيبيه أبدا. لازم تخليه يتأكد إنك تستاهلي الحب اللي حبه. تقصدي إيه؟ أقصد أقول إن زمان أهالينا ربونا على حاجات يمكن الهانم نسيتها. أهالينا علمونا إن هم أهم حاجة. علمونا نحافظ على نفسنا، نبقى جامدين عشان نقدر ناخد حقنا من الدنيا. علمونا نحافظ على بيتنا اللي بنيناه، واهم حاجه اننا نحافظ عليه. عندك حق يا دينا. بكره هتروحي ليوسف ولازم تثبتي له انك تستحقي الحب اللي حبه لك ده، لانه ما كانش بيحبك الحب الجنوني ده، ما كانش عمل ده. على فكره بقى، يوسف ممكن ما يتحبسش. ازاي؟ نثبت ان يوسف كان بيحاول يحافظ على العلاقه بينه وبين ليلى وعلى بيته، وان طلعت كان بيحاول ان هو يفرق ما بينهم ويشكك في العلاقه دي، فبالتالي يوسف راح عشان يحذره، تطاول عليه فكان بيدافع عن نفسه. والله هو ده اللي حصل. ما تقلقيش يا ليلى، احنا كلنا جنبك، ما حدش فينا هيسيبك ولا لحظه. ولا حد هيسيبك. ايوه، والناس بقى تقعد تقول سابوا رجالتهم وقعدوا مع بعض. يا اختي ما يقولوا اللي يقولوه، مش احنا مبسوطين؟ انت مبسوطه؟ يا عيني يا انت، اديله بالجزمه اللي عمل فيكي كده. معلش، ضرب في قلبه. شكرا. جالك قلب ازاي تعمل في نفسك كده يا يوسف؟ كنت عايز تسيبني في الدنيا دي لوحدي. طب اعمل حسابك بقى انك لو كنت رحت كنت هروح بعدك على طول، ما كانش هيبقى للحياة اي قيمة عندي خالص. اخسرت كل حاجة، حسيت ان الدنيا ملهاش اي قيمة. بس انت بقى قيمتك كبيرة قوي يا عم. والله انت اللي علمتني كل حاجة حلوة في الدنيا دي. طب اعترف لك اعتراف بقى كده، انا قبل ما احبك كنت دايما بتريق على قصص الحب الرومانسية والكلام ده، واقعد اقول ايه الناس الهبل دول بقى يعني ينفع قيس يقتل نفسه عشان خاطر ليلى ولا عنتر وقبلة بقى وروميو وجولييت والأوفر بتاعهم ده؟ بس لما حبيتك بقى عرفت إن أنا اللي كنت هبل، لأني ممكن أعمل عشانك أي حاجة في الدنيا دي.
تزعليش مني يا ليلى. زعلانة منك يا حبيبي، والله مش زعلانة منك خالص، وعارفة كويس قوي إن اللي عملته ده كان غصب عنك. خوفك عليا وقلقك وغيرتك من طلعني، هو كمان تصرفاته الغبية اللي خلت مصيره يبقى كده. وأنا متأكدة إن شاء الله إن القاضي لما يعرف كل الظروف اللي إحنا مرينا بيها هيديك حكم مخفف. أنا ما أعرفش عملت كده إزاي، والله ما كنت أصبت، لما كنتش في وعي ما أعرفش عملت كده إزاي يا ليلى. عارفة يا حبيبي، عارفة إنه كان غصب عنك، ما تخافش أنا هستنيك، أنا ماليش غيرك في الدنيا دي أصلا، هستنيك حتى لو لآخر عمري يا يوسف. أنا عايزة أقولك على حاجة، يعني عارفة إن مش وقتها بس يمكن تبسطك. خدي بالك منه يا ليلى أرجوكي، بعد ما أخرج منكم عليا، وفي الاخر ابوك يقول لي ان انت هنا؟ ينفع الكلام ده؟ بنتي على وش ولادها وانت تنزلها وتعرضها للخطر بالشكل ده؟ تقصدي ايه؟ تقصدي ان ابني ما بيخافش على بنتك؟ والله ما اعرفش. طب ايش حقالك مين؟ ليلى دي متعبه في كل حاجه، كل حاجه في حياتها صعب، حمل صعب وولادها صعب، في واحده بتقعد تولد كل ده عشان تجيب طفل. ادعي لها بس تقوم بسلامه. يا رب. عاجبك الكلام اللي احنا سمعناه ده؟ قلت لك استني في البيت كل حاجه، ولا انا هقولها في التليفون؟ لا طبعا، ليلى صاحبتي جدا وانا ما اقدرش اسيبها وهي بتولد. يا ناديه ارجوكي اقعدي استريحي شويه، بلاش الوقفه دي، دي لازمتها ايه يعني؟ بقول لك يا سامي، لو انت اللي تعبان روح والنبي، ما توترنيش عشان انا متوتره خلقه. مش شايف ليلى بتولد بقالها قد ايه؟ ابعد عني والنبي، سيبني في حالي انا روحي في مناخيري. براحتك. على فكره يا جماعه، انا كلمت مامه ليلى وجهزت كل حاجه وجايه في الطريق. تعالي نقعد في اي مكان وهم هيخلصوا ويكلمونا. دي بتولد. طيب طيب يا رب 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 يا رب. ايه ده يا الولاده كده؟ لا سامي سامي، انا مش عايزه اولد يا سامي، مش عايزه اولد، انا خايفه. خير ان شاء الله. يا رب ايه يا جماعة، تعال تعال هات الفل. سلامة يا رب، ان شاء الله ان شاء الله. اول ما تجيب بنت هسميها ميران. ايه ميران دي؟ لا طبعا، لو جابت بنت هسميها نجية. ايه نجية دي؟ نجية ده اسم راح عليه خلاص، ده قديم قوي. بطلوا بقى وادعوا لهم يا رب. ايه مين؟ ليلى؟ مين جابت ايه؟ اتفضلي حضرتك. ليلى بنت زي القمر. لا بجد صحيح؟ مبروك الحمد لله بنت، الحمد لله بنت. النبي والنبي. ايه دينا ولا عايزك دي ناديه. ناديه
انا بابا عاوزاك. حاضر مدام دينا. ايه ناديه عايزاك. لا انا جيت الاول. حاضر حاضر. روح بسرعه. ايه بس بصي لو ركزتوا هتلاقوا فيه شبه مني شويه. يا عم بس انت عايز تعقد الواد ولا ايه؟ بص بص انا بنتي كمان ازاي؟ يا عم هي بين لها ملامح دي شبه البورس. بورس؟ طب ركز في ابنك ركز في ابنك. اتفضل. ايه ده؟ المدام جابت توأم. توأم؟ مبروك ما شاء الله. جبتي توأم. ربنا يبارك لك فيه. بقول لك ايه؟ حاولوا تدوروا ببطنها يمكن تلاقوا لهم اخوات تاني. مبروك مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. وشبه بعض مش قوي. ميرسي يا مامي. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي كل سنه وانت طيب. ثانك يو بيبي. قولي لبابي بقى جبتي كام سنه النهارده؟ 7 سنين. حبيبتي برافو. عقبال 100 سنه يا رب. برافو حبيبتي وحشتيني. انت كمان وحشتيني اكتر. ازيك يا مجد؟ كل سنه وسلمى طيب. وانت طيب. سلمى هي هناك. يلا روحوا قولوا لها هابي بيرثدي. كل سنه وانت طيب. وحشتيني. كل سنه. اهلا بيك. اتفضل. دينا. اوه ازيك. خلصت من مراتك ولا لسه؟ ايه ده؟ ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. سلمى هناك قولوا لها هابي بيرثدي. حياتي حبيبتي. بس بعقلك مش حب كفايه بقى عيال. لا ما وعدتكيش بصراحه. ما اعرفش ما تعبتيش. يلا اتفضلي. يلا اوعي تكوني ضفيتي الشمع من غيري. ما اقدرش اعمل اي حاجه من غيري. وحشتيني. يلا وانت كمان. يلا 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 من سلمى. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا ليلى؟ ميرسي خالص. تعالي انا مش جايه لوحدي، عندي مفاجاه. يوسف حبيبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا ليلى؟ أهلا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله على السلامة. طلعت أنت؟ امبارح. امبارح الحمد لله على السلامة. فين سلمى؟ اتفضل. الحمد لله على السلامة. اتفضل اتفضل. يلا 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 تعالى. يلا يا بنات. يلا يا ولاد. يلا يلا. يلا معايا معايا دينا. يلا يا رب. Happy birthday to you. Happy birthday to Selma. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا سلمى. سنة حلوة. عماد مفيش زيه، طيب بيحبنا وبيحب بيته وأمه وبنته، وأكتر من كده إنه راجل وقد كلمته وعارف هو عايز إيه بالظبط.
كنت بشتاق لحضن بابا، كنت فاكرة ان عمري ما هحس بالسعادة، لكن سامي عوضني عن كل حاجة وحسيت معاه بالأمان، الأمان اللي كنت طول عمري بتمناه. مجدي، عرفت معاه معنى الحياة، وعرفت يعني ايه احب وليه احب. مش زعلانة من اللي حصل، بالعكس يمكن اللي حصل لي خلينا اتعلم كتير قوي. بحب يوسف، بحبه قوي كمان عشان ما عموش من اي حد واتجوزني رغم اني كنت مطلقة. أصل اللي بيني وبينه أكبر بكتير من كل حكايات الحب يعني اللي بتشوفوها في الأفلام ولا بتسمعوها في الأغاني دي. يوسف ده حياتي وأبو بنتي. بنتي بقى طلعت مطرطشة زي بالظبط، دي بتغير مني على أبوها. بس عمري ما هسمح لأي حاجة في الدنيا دي مهما كانت تهدم البيت اللي أنا بنيته ده. للراجل بيكتمل تكوينه من غير بيت وعيلة، ولا الست بيبقى لها أي قيمة من غير ولادها وجوزها وبيتها. أنا بحب سلمى أكتر من أي حاجة في الدنيا، لكن رؤوف بيقول إن ربنا بيحب بنته لدرجة إنه رزقها بأمين مش أم واحدة.